بناء على معلومات تلقتها الفرقه الاقليميه للدرك الوطني بيروكا، مفادها وجود عصابه تحترف سرقه الكوابل النحاسيه. على اثر ذلك تم تشكيل دوريه مدعمه في فصيله الامن والتدخل بكتيبه القليعه، اين لفت انتباههم فردين مشبوهين يقومان بتذويب الكوابل النحاسيه. فور رؤيتهم لافراد الدرك الوطني حاولوا الفرار، اين تم تطويق المكان والقاء القبض عليهما واقتيادهما الى مقر الفرقه مواصله للتحقيق، وباذن بالتفتيش المؤشر من طرف السيد وكيل الجمهوريه للمشتبه فيه الرئيسي. تم حجز كميه معتبره من النحاس معده للبيع وتوقيف شخص ثالث متورط في القضيه. اسفرت العمليه على حجز 51.6 قنطار من ماده النحاس على شكل كوابل معده للبيع. كذلك تم حجز قاطعه حديد كهربائيه، قاطعه حديد يدويه، اله حرق كبيره تستعمل لتذويب بلاستيك الموجود على انابيب النحاس، بالاضافه الى اسلحه بيضاء مختلفه وهاتف نقاله. تم تقديم المشتبه فيهم امام السيد وكيل الجمهوريه لدى محكمه القليعه.